Mira. Mira. Mira.
Jetzt. اليوم لا مايا ولا ميرا ولا حتى واحد ما كيسمع الاوامر. هاد الصباح صبحو كيديروا لي بيتيز. قبل ما كلا يا بنتي شوفي ها شو لا بوزيسيون ديال لاطاك. كيتمنى كون طاكا يطاكي لي داك داك الجديات. اما ميرا انا عسات الليل كامل دابا راه قرات الامان وهي نعس. Simba, Maya. 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 Simba. فين سيمبا مايا؟ فين الحجر عاش؟ برافو عاش. Je suis devant. Mira. Voilà. Mira. Voilà.
هذه التوته هاد العام هادو وقعتها هنا. اجي اجي شوفي الفروي، ها الفروي ديالها، هذا هو الفروي ديال التوته. غنغسلو الفول اللي حيدنا قبيله، بعد ما كنحيدو هذا لي كوطي هاد الريوس، هادو طريين تبارك الله، راه ما فيهم لا خيوط لا والو، تحيد لهم غير ها ها كاين لا خيط لا والو، طريين بزاف. بعد كنقطعوهم بهاد الطريقة لي كنديروهم، دابا الاستعمالات الاخرين ديال الفول ماشي غير التفوار، كديري هكا مثلا وكتخضري به الدجاج ولا العنزي ولا الغنمي ولا غيجي زوين مع العنزي معلوم، بقشورو هكا بقشورو كتستافدي من كل شيء. اصلا هو هاد الغبار راه كيطيب تبارك الله في ربع ساعه، هذا ربع ساعه. وكديري حتى في كسكسو ياك؟ كنديرو حنا في كسكسو هكا بقشورو، ولا كنخضرو به هو وجلبانه ولا بوحدو اللي بغيتي، ولا مفور مشرمل، طريقة التشرميل هو مفور انتم غادي تعرفوا عليها معايا ان شاء الله. وجيت تشرمو على دابا ديال الفول، غنقشر تقريبا راس حيت انا عمر كسكاس كثرت الفول، درت بزيت والحارات جوج حارات حمرين وواحد خضره والقزبر، قزبر بزيت ديال الفول، كلشي ديال محلي، القزبر والمعدنوس والثومه الحاره، بعد ما دقدقنا الثومه والحاره الحمراء والخضره والقزبر والمعدنوس، القزبر بزايد ماشي المعدنوس، دابا نقليو هاد الشرموله عادي زيت البلديه، هالطري عاد نخلطو مع الفول، ديال الزيت الملح راني درتها مع الفول، فاش درت الفول يتحور درتها معاه، اذا بلا ما ندير احنا كنديروا سميتها الكبر حبوب محكوم، اها حبوب مع الكمون، تمام طريقه شويه بالبزه شويه ماشي انتنسي ديال معلقه صغيره ديال التحمير، نورمالمون اللي عنده الحم مطير ممكن ندير الحم مطير اللي بغا حتى بالدار، انا ما عنديش حم مطير اليوم، دابا تي كنديرو ندير غير شويه تاع الشرموله، ما غاديش نكون مضطره نزيد قطيره د الماء باش الشرموله تقلى لي بلا ما يتحرقوا لي العطريه، بلا ما تحرق لي العطريه صافي. وكنت دابا غنكب الفول، الفول ديال الغبار ربع ساعة تبارك الله دغيا تفور، ونخلط ونعاود نزيد حيت راني دايرة بزايد، هذه هي النتيجة النهائية ديال الفول ديالنا، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتجربوه وشهية طيبة.